المواهب اللي عندك. خلص انت شو بدك النسوان لقلنا وانت انت مكمل بالليل انت عمال مواهب نحن ناخذ فيديوهات ناشونال جيوغرافي كيف يعني بيطلع مثلا؟ يعني مثلا البراري في روسيا عالم غريب وغامض لم يتم اكتشافه الا قبل بضعه اعوام. لا مش مثلا اعلان تلفزيوني احساس بالنعومه مع الشوكولاته الداكنه جالاكسي جواهر عندما تعشق الفكره. هيدا وحش هيدا ليك معلق الجزيره وثائقي كمان. مثلا هاي بدها قانون وما قانون بس ما مشكله. هلا الجزيره كل ما يحكوا كلمه في قانون يعني انه هيك تراث ودنيا ويعني مثلا بيقول عيطوا لي لزغلول الدمور. الله عليك. ايوه تشتهر الحضاره الاغريقيه بفن الفسيفساء. كمل كمل بليز كمل كمل ما بيطلع كلام. تشتهر الحضارة الإغريقية بفن الفسيفساء وهو من الفنون القديمة جدا التي انتشرت في أواخر القرن الماضي. على فكرة جاد بس ياكل فاصوليا بتل الدنيا فسيفساء والله. يهدلنا كل ما نفوت نفطس من الفسيفساء تبع جاد والله. يا بياكل فول وعدس. يلا بس جاد ناشونال جيوغرافيك عن العظاء الاستراليه شو هذا اللي قلت عنه؟ اقوى شيء بالعالم هذا العظاء الاسترالي. شو اسمه؟ المعرض وعلى الجبل المهدد بالانقراض. التماسيح هذه البيئه الغريبه والتزاوج بينهم خصوصا في فصل الصيف. ايه انا بتزوج ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي خلق ليفترس.